صراحة النتيجة مستحقة، مستحقة نظرا خلقنا فرص عديدة منذ بداية المباراة، التحكم تقريبا في جل ردهات اللعب، مجهودات كبيرة من اللاعبين، حتى ولو كنا متأخرين في النتيجة لم نفقد الثقة أو السيطرة على المباراة. الحمد لله، يعني 3 نقاط مستحقة رغم ظروف صعبة، ظروف إصابات اللاعبين. كنا قلنا في بعد مباراة الوداد راحة الشهر أثرت جدا على اللاعبين، وصارت العديد من الإصابات وما زالت باش تصير. شفنا اليوم إصابات تقريبا نوعا ما خطيرة يعني في المباراة. فنحن نتعامل مع الظروف. حبيت يعني نوري للاعبين فريقي، حتى ولو بعض اللاعبين لم يكونوا في مستواهم المعتاد لأنهم لعبوا مصابين أو هناك بعض الإرهاق، فهذا كل جعلنا ربما ما نكونوش المستوى اللي متعودين به. رغم ذلك يعني ضحاوا اللاعبين، مشكورين جدا جدا اللاعبين رغم ضحين يلعبوا مصابين من أجل يعني أفراح جماهيرهم. أثر علينا أخويا غياب الجماهير، مؤثر ومؤثر جدا. يعني في بعض الأحيان تنسى رأسك اللي تلعب في بلادك وعلى أرضك. قيمة الجماهير خصوصا في هذه الظروف، يعني ظروف آخر موسم كل نقطة بحسابها، وفي بعض الأحيان لما يعني تكون في فترات سلبية ويرفعك جمهورك ما تلقاش، لكن الحمد لله يعني إن شاء الله ما زالت مباراة فقط بدون جمهور. إن شاء الله يا ربي يعني مباراة السوالم بدون جمهور. وشفت ممكن لا، احنا بغينا البطولة قبل مباراة الفتح. صافي ما يقدروش يزيدوا يسامحونا، المباراة فقط. إن شاء الله كهو نتعاملوا مع الأمور المتواجدة. احنا على كل حال نخدموا جمهورنا وإن شاء الله في آخر المطاف فرحوا إن شاء الله. التركيز متواجدين، الهم الوحيد هي الإصابات، لأنهم اللاعبين عندهم إرادة قوية جدا للتتويج وإهداء يعني درع البطولة إلى جماهيرهم. تركيزهم عالي جدا وتضحياتهم في مستوى عالي جدا صراحة. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لسات تيفي. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة.